السلام عليكم. بداية مرض شيرين بالعراق، تعبانة جبتها للهند بعد ما عرفنا احنا عن طريق المنظمة انه اكو مستشفى تقوم بهذا العمل الجيد، مستشفى ياشودة، والحمد لله مستشفى جيدة جدا بالامكانيات وبالاجهزة وبالطب منطورة، والحمد لله والشكر اجرينا عملية شيرين من بعد ما كانت تعبانة بالعراق، لا تطيق يعني تمشي ولا تنام ولا يعني يصير عندها اختناق، من تاكل من تنام دايم تعبانة دايم هزيلة. احنا راجعنا عدة دكاترة بالعراق، الحمد لله والشكر شوية صار تحسن، بس اضطرينا نجي على المستشفى على الهند للإمكانيات والقدرات الجيدة بها بمعالجة القلب. ونشكر شكر الجزيل للدكتور بروفيسور على عمله الجيد عملية شيرين، والدكتور البروفيسور المخدر والإدارة للمستشفى والمترجمين الجيدين والأستاذ بشير اللي قام بواجبنا بالكامل، وأستاذ بكر معانا، والحمد لله استقبلتنا المستشفى استقبال يعني الحمد لله من المطار إلى السكن إلى المستشفى بأكمل الإمكانيات والواجبات. ونشكر الشكر الجزيل لجميع كادر المستشفى، والحمد لله والشكر بوجود الحمد لله الله سبحانه وتعالى وقف لنا وجود الخيرين والطيبين والدكاترة، قامت شيرين وبأحسن عافية والحمد لله والشكر جيدة وبصحة زينة، والحمد لله مستمرة بالعلاج والمراجعة. وجينا مرة ثانية على التشيك، شيكنا شيرين مرة ثانية وبشرنا الدكتور بها أحسن حال، حالتها جيدة جدا، وإن شاء الله لفترة قصيرة إن شاء الله تقطع العلاج وتمارس حياتها طبيعية مثل أي إنسان. تعاني دايم هزيلة، نايمة ما تمشي، تعبانة ما تاكل، ووجه شاحب أصفر ضعيفة، يعني قام يعني قل الوزن يوم عن يوم، تضعف تضعف تضعف، يقل الوزن يوم عن يوم لما يعني اتدهورت الحالة. التقدير كنسبة مئوية تقريبا 80% 85%. الحمد لله كان وزنها بالعراق 40 أقل، هسا 52. الحمد لله أكل طبيعي طبيعي، يعني على جدول التغذية اللي جهزتنا به دكتورة التغذية، والحمد لله زيدنا يعني فاكهة والمخدر أستاذ بشير العون معنا.